العام عند الله تعالى 12 شهرا. هذه الأشهر يحدد بداياتها ونهاياتها الله تعالى، وذلك بهذه الأهلة التي تظهر وتختفي. وجعل الله تعالى في هذه الأشهر 4 أشهر حرم، أي حرم الله تعالى فيها القتال، وكان العرب في الجاهلية يحرمون هذه الأشهر، فلا يتعرض أحد بسوء لأحد في هذه الأشهر، وكان ذلك من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام التي ورثوها. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. والحكمة في تحريم الله تعالى القتال في هذه الأشهر الحرم هو أن الله تعالى أراد أن يؤمن حجاج بيت الله الحرام، فكان الحج لا يكون إلا في شهر ذو الحجة، فجعل الله تعالى هذا الشهر الذي يحج الناس فيه شهرا حراما، أي حرم القتال فيه، حتى يأمن الناس وهم يؤدون هذه الفريضة. وجعل الله تعالى الشهر الذي يسبق شهر ذو الحجة، شهر ذو القعدة، جعله الله تعالى شهرا محرما، لأن الناس كانوا يأتون من أماكن بعيدة، فأراد الله تعالى أن يؤمنهم أثناء خروجهم من بيوتهم قاصدين بيت الله الحرام. وجعل الله تعالى الشهر الذي بعد شهر ذي الحجة، شهر المحرم، جعله محرما حتى يكون الناس آمنين عندما يريدون العودة إلى ديارهم بعد أن ينتهوا من أداء فريضة الحج. وهذا هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فشهر رجب أيضا من الأشهر الحرم، لكنه في منتصف العام، وهذا جعله الله حراما حتى إذا أراد أحد من الناس زيارة البيت الحرام لأداء العمرة يخرج آمنا ويرجع آمنا.